أن التقوى أساس كل فلاح وسبب كل نجاح، وهي الطريق الأمثل والأكمل للعلو في الدنيا والآخرة. فمن اتقى الله عز وجل في أمره ونهيه، وعظم شرع الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وحفظ نفسه بالدين، فحفظه الله عز وجل حفظه الله بحفظه لدينه، هؤلاء هم من يمن الله عز وجل عليهم بالكرامات، ويعطيهم تبارك وتعالى من فضله، وينالون من عطاء الله عز وجل ما لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهم في تقواهم سائرون، ينالهم البلاء فيعلمون أن النوائب لا يرفعها إلا الله، والمكاره لا يدفعها إلا الله. لسان حالهم ومقالهم حسبنا الله ونعم الوكيل، لسان حالهم ومقالهم سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. فهم في كل حال وحين في فزع وعودة وأوبة إلى رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا كله مما أجملنا، مما فصلنا أفراده يوسف وأجمله بقوله لما ظهر على إخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد قال ذلكم أبو إسحاق الموفق وهو يوصي ابنه: ونادي إذا سجدت به اعترافا كما نادى ذو النون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، فرأس الأمر تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أتاكه الله انتفعت، فإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. والمراد أن تقوى الله عز وجل جعل الله بها الأمن مما نخاف، والرزق من حيث لا نحتسب، والمخرج من حيث لا نظن. قال ربنا وهو أصدق القائلين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.